السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات أول المغرب. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا واحد السيد كان الاسم ديالو الطيبي أو السيد الطيبي، مزوج مع واحد المرأة الاسم ديالها منانة، والد معها ثلاثة ديال الأبناء، مازالين غير صغار دابا فين كنهضرو دابا. هاد الطيبي هذا كان راجل فلاح وكساب مشهور تما في هذيك المنطقة، تقريبا عنده بزاف ديال الأراضي وعنده بزاف ديال الديور وكواري البهايم، وعنده دوك الماكن ديال الفلاحة، حصاد ودراس، وعنده جرارات يعني تراكتورات. السيد لاباس عليه، والمعاملة ديالو مع عباد الله سواء في الدوار أو في المنطقة أو لشي فلاح آخرين كانت معاملة حسنة، كيتعامل معاهم مزيان وكيدير المزيان بالاخص مع الفلاح الصغارين اللي ما عندهمش باش يفلحوا الارض ديالهم ولا شي حاجه، كيعاونهم في سبيل الله. الفلاح الكبار كيتخلص من عندهم. السيد راجل لاباس عليه والسمعه ديالو جات طيبه في المنطقه كامله. هي هذيك السي الطيبي هذا كان كيعرف واحد الشخص، هذا الشخص الاسم ديالو العيساوي. العيساوي حتى هو يا راجل لاباس عليه وكساب وفلاح مشهور، عنده اراضي، عنده تراكتورات، عنده كوارد والبهايم بحالو بحال الطيبي تقريبا. ونبغيكم الله يجزيكم بخير تردوا معايا البال، لأنني يعني انا غادي نمشي في هذه القصه بجوج عائلات بشكل متوازي. ما عليناش، هذا العيساوي الصديق تاع السي الطيبي كان هو كيما قلنا رجل فلاح وكساب مشهور في المنطقه، مزوج مع واحد المراه اسم ديالها عائشه، والد معها جوج ابناء البشير ورحمه، والد معاه غير البشير ورحمه، بينما الطيبي كما قلنا والد مع مراته ثلاثه ديال الذكور، غير الذكور عنده تقريبا نفس الجينيراسيو، ولاد هذا ولاد هذا. مزيان، هنا حتى العيالات ديالهم منانة مع عائشه، منانة قلنا مرات طيبي وعائشه مرات العيساوي، كانوا صحابات ما كانوش كيتفارقوا، يعني صحابات الروح والروح، والعيساوي مع الطيبي يعني صحاب مع بعضياتهم. المهم هنا هاد العيساوي ما كانش تقريبا في الشخصية بحال الطيبي، علاش؟ لأن يعني العيساوي كان مزيان برا والداخل، مزيان برا مع الناس ومزيان حتى مع مراته منانة ومع وليداتو، وبالأخص هذيك رحمة كانت عزيزة عليه بزاف، كان كيموت عليها على بنته. مزيان، بينما الطيبي علاش قلنا ماشي بحالو؟ ياك هو قلنا أنه راه مزيان مع عباد الله، حقيقة مزيان مع عباد الله، ولكن راه غير برا. أما الداخل كان عنيف مع مراته ومع ولادو. مراتو منانة ما كيضربهاش، كنهضرو على الطيبي دابا، ما كيضربهاش، ما كيأدياش، ولكن خيب معها في الكلام في المعامله، ما يعقلش ليها، كان انسان صارم، الحاجه اللي بغاها يدير يديرها، هي اللي بغات الحاجه مثلا شد معها ضد ما ديرهاش. ولادو خرجو من المدرسه بكري، غير وصلوا واحد المستويات اللي باقا قليله يعني ما قراوش بزاف، خرجهم في واحد الفتره اللي صغيره تقريبا عندهم هذيك 13 عام 12 عام بحال ما هكاك، خرجهم باش يعاونوه في الفلاحه. هو ماشي كان خاصو اللي يعاونو، عنده خدامه وسي لاباس ليه، ولكن هو على حسب الفكره ديالو باغي يطلعو رجال، يطلعو عارفين بحق التماره وعارفين بحق الوقت وما الى ذلك، هو الفكره ديالو بحال ما هكا. ما عليناش، خرجهم صغار بزاف، نعسهم معطلين وفيقهم بكري، يمشيو يسرحو البقر، يمشيو يسرحو مارتا شنو، يمشيو يجيبو شي حاجة تقيلة من شي بلاصة بعيدة، يصيفطهم شي بلاصة يجي يديرو فيها شي بريكو ولا شي واحد، يصيفطهم يخدمو على عباد الله بعض المرات، يعني كرفص ليا هادوك الدراري. الدراري طلعو حاقدين ومعقدين من جهة هاد الطيبي هذا، مكانش كيتعامل معاهم مزيان، في حين أن العيساوي صاحبو كان كيتعامل مع بنتو مزيان، رحمة والبشر. هنا هاد الطيبي هذا كما قلنا هو كان كيخدم شي فلاحه، شي فلاحه صغارين كي في سبيل الله بعض المرات يعني كيخلصوا شيها يعني كيتعاطف معاهم. واحد النهار كان خدام واحد السيد بعيد فواحد الدوار بزاف بالما كندير الفلاحه ديالو، عجبات واحد البنت، بنته يعني بنت هذاك السيد الفقير، عجبات ويبغي يتزوج بها، ويمشي يقول لهذاك الراجل، قال له ودي السي فلان راني عجبتني البنت وبغيت نتزوج، وراك عارفني مزوج وبولاد، ولكن دابا انا بغيت نعدل. هذاك الراجل فرح، كيفاش انا يجي عندي هاد السيد اللي لاباس عليه ومعروف في المنطقه وكذا كذا يجي يطلب يد بنتي وما يعطيهش؟ ما يمكنش، عطاها ليه، عطاها بنته. البنت بطبيعه الحال ما قالت والو.
المهم زواج، السيد زواج، من هنا تقدر تهضر ما تقدرش تهضر، مالينا شي كعات تقلقات، ولكن راه صافي ما عدا ما دير. الراجل كبرات دماغه انه خاصو يتزوج، صافي تزوج. هنا صافي سكن المرأة حدا المرأة الأولى، يعني من هنا المرأة الثانية سميتها هذيك هنية. المهم هنية مع من هنا سكنوا حدا بعضياتهم، كل وحدة بيضاعة رابطة بالحال. هنا كما قلنا ديك من هنا مرات طيبي كانت صديقة ديال عائشة، مرات العيساوي، ولكن في هذه الفترة هذه غادي تقطع العلاقة ديالهم. علاش؟ لأن ديك عائشة مبقاتش باغية تمشي عند هذيك من هنا مرات طيبي. علاش؟ لأن هي بغات تقطع العلاقة، قالت هاد هادشي اللي دار هاد الطيبي يقدر ينقلو الراجلي ويتزوج شوية عليا، لهذا غادي نقطع العلاقة. وحرضات راجلها باش ما يبقاش يتلاقى مع داك الطيبي. مزيان الراجل تا هو العيساوي ما عقلش ليها. هي داكشي اللي خافت منه هذيك عائشة طاحت فيه. هذاك العيساوي عنده صاحبه ومشى دبر العيساوي على واحد المرأة وتزوج بها، ولاو بلوجهم مزوجين جوج عيالات، هذا جوج عيالات وهذا جوج عيالات. مزيان رجل طيبي، الطيبي كان ملي زوج ديك المرة التانية ولد معاها عاوتاني ثلاثة ديال الأبناء. الأولى من هنا ولد معاها ثلاثة ديال الأبناء، والثانية ثلاثة ديال الأبناء ذكور حتى همايا. والعيساوي ولد مع الثانية تايا جوج أبناء، جوج دراري ولد معاها. هنا هذيك عائشة مرات العيساوي ماشي بحال منانا، منانا ملي جاب عليها الدرة هذاك الطيبي يعني بقات جالسة في دارها، يعني ما حملاش راسها وما بغاش الوضع هذا، ولكن بقات مريحة في محالة. بينما هذيك عائشة بقات معاها حتى ولدات المرة الثانية تقريبا واحد جوج أبناء ديالها. هنا فاض بيها وقالت لي انا غادي نخليك هادشي هذا وغادي نمشي، يعطيني براتي طلقني. لا انا على الشيطان كذا، شنو خاصك كذا كذا. قالت لي والو طلقني نمشي في حالتي. العيساوي طلق ديك عائشه موت البشير وموت رحمه، طلقهم. وهنا في هذه الفتره هذه كانوا باقيين صغار، يعني هذيك رحمه مع البشير كانت يلا عندهم هذيك 12 عام 13 عام بحال ما كانوا باقيين صغارين. يعني هو يلا تزوج الزوج الثاني ويلا ولد معاه جوج ابناء. ما عليناش، هنا طلق طلقها مشات بحالتها، خلات لي الولاد الباشير مع رحمه ومشات مشات. المهم من بعد هذيك عائشه غد تزوجت بدا حياتها من جديد. ما عليناش دابا غادي نمشيو باليام اللي حتى غادي دوز الوقت، يدوز العوام بزاف وكبروا ولاد هاد الناس كاملين، كبروا ولاو شباب. ولاد الطايبي ولاو شباب، الولاد الاولانيين ولاد الثانيين، ولاد العيساوي لا الباشير لا رحمه لا هذوك الولاد التانيين ولا المرأة التانية، تا هما يكبروا صاروا شباب. كيما قلنا العيساوي كان المعاملة ديالو عادية مع الأبناء ديالو ومع مراتو، أما تا المرأة الأولى طلقات منه. بينما الطيبي المعاملة ديالو كيما قلنا مع منانا كانت جد قاسية، ومع الأبناء ديالو كانت عنيفة وكان معقدهم وطالعو ما كيحملوش وحاقدين ليه. وردوا البال راه نفس المعاملة اللي كان كيتعامل بها مع ولاد منانا تعامل بها مع ولاد هاد المرأة التانية اللي هي هنية. معاملة قاسية، خرجهم بكري من المدرسة وكرفصهم وعيرهم ويصيفطهم ويسرحو في واحد البلاد اللي بعيدة بزاف، ويعطيهم تمارة والفلوس ما كيناش والكسوة ما كيناش، وتكرفيس التكرفيس ديال بصح. هو على بالو انه غادي يطلعهم رجال بهالطريقة. ما عليناش، ما كانش قريب ليهم بتاتا، وما كيعقلش ليهم ويسول فيهم ما والو غير القميع والدوران، وبعدو مني وانتم خاصكم تطلعوا رجال وتعتمدوا على روسكم واش انا غادي نقدم ليكم وكذا كذا صافي. المهم كل شيء كبر دابا، صافي كل شيء كبر. ملي كبروا يعني ولاد الطيبي، دابا نهضروا على الطيبي، ملي كبروا انا طلعوا كما قلنا حاقدين ليه، ولاد من هنا ولاد هنيه طلعوا حاقدين لبوهم. هادشي هذا الترجم لواحد المعامله سيئه، ولاو كيتعاملوا مع بوهم ولاو كيدوروا فيه يعيروه ويدفعوه مره ما كيعقلوش ليه، وانت ما والد ما والو، وانت كبرتينا غير في التكرفيس وتمارة. شوف سيادك، شوف الناس ولادهم كيفاش كيتعاملوا معاهم، رجعهم رجالة وحنا عقدتينا في حياتنا. المهم السيد ولا كيخاف منهم، السيد كبر والصحة ديالو قلالت، وهما طالعين في الجهد شباب وكذا، وحتى من منانا وهنية حتى هما ولاو كيكرهوا داك الطيبي. هما ما نعاودش لكم على الصداعات والنزاعات اللي كانوا ما بين هاد الجيالات، وديما مدابزين ديما الغواد ديما كذا، يعني ولاو بجوجهم ما كيحملوش الطيبي، الولاد ما كيحملوش الطيبي، الطيبي حتى واحد ما بقى حاملو. ما عليناش، قبل ما نكملوا مع الطيبي نرجعوا للعيساوي. العيساوي مع مراته الثانية
ومع أولاده من مراته الثانية وجوج، ومع البشير ورحمة من مراته الأولانية. البشير مع رحمة ملي مشات أمهم يعني طلقات ومشات زوجات وبنات حياتها، ولات مرة فين كتجي عندهم تشوفهم مصافي مرة ماشي بزاف، ولاو كيتعاملوا واحد المعاملة سيئة من طرف مرات باهم ومن طرف الإخوة ديالهم غير الأشقاء. مزيان هاديك رحمة تكرفسات عليها مرات بوها، أما تالك البشير راه دري تكرفسات عليها مرات بوها وعنفاتها وكتضربها وتعايرها وتسخرها وكذا وكذا. المهم كبروا في الجو العنيف، وحتى هوايا العيساوي حتى هوايا ولادو ما بقاوش معاه مزيان. يعني هذيك المرة الثانية بحال حرضات ليه الأبناء ديالو دوك الجوج، كتقول لهم باكم غادي يموت ويخلي الثروة دي كاملة الرحمة وخوها ويخلي لكم والو، خاصكم ديو منو شي حاجة، ولو كيطالبوه باش يكسب لهم شي إراثة ولا شي حاجة هو كيمتانع. هادشي هذا وقع بيناتهم واحد الشرخ ما بين الأب وما بين الأبناء وما بين هذيك المرأة، يعني واحد روينة ولات هنايا. وتما داك البشير الأخ ديال الرحمة شقيقها يا خسرة، هو دمها بوها تا هو كيضربها ويعنفها. هذيك رحمة كما قلنا كانت عزيزة على بوها هذاك العيساوي وبقات فيه، يعني بقى فيه الحال. كان عنده واحد الخدام سميتو عمور أو عمر أو عمور، كيقولوا لي عمور. هذا عمور شاب وقوي البنية وصحيح تبارك الله، يعني تبارك الله راه وحط الطاولة وعامر قدو قداش، ولكن كان مسالم مدويش لا عمر دار. هاد عمور هذا شاف فيه هذاك العيساوي رجل مناسب لبنته، قال دابا الممات والحياة في الدنيا نخلي هاد الرحمة أنا في حياتي، دابا واش دايرين هاد الرحمة هادي، اتكرفسوا عليها وحقروها وكذا كذا، كيضرب أخوها يضربوها خوتها الآخرين، تعنفها مرات بواها مكرفسين على هادي بصح. شاف تعيا ويشوف هذاك الراجل، قال لي غتزوجي بنتي، قال لي غادي نعطيك البنت ونعطيك ونفليك ونترك ليك هذاك صافي. اصلا هو فقير جاي من واحد الدوار غير خدام عند العيساوي، صافي لقاها مزيانه، واصلا الرحمه ما فيها ميتها بنت زوينه وكذا ومؤدبه، صافي تزوج بها عطاها واحد السكينه تما هذاك العيساوي على الاقل شويه، ما بقاوش كيزعموا عليها ملي ولا عاد هذاك الراجل وكذا وكيحامي عليها، او لا كيجي شي خوه ولا حاجه كيبغي يعنف ويضربها كيدور في بلا مالك تارا، ولا مرات الراجل كذا كذا كيجري عليه، صافي ولات شويه كتحس بالامان. ما عليناش كانوا مكرفسين. لا دابا نرجعوا لهذاك الطيبي، هذاك اللي عنده جوج عيالات وجوج جوج تريكات، يعني ولاد المراه ولاد المراه. هذه هاد الناس هادو يعني ولادو كانوا كيعنفوه، واحد اللحظه من اللحظات ضربوه وتكرفسوا عليه ولادو بجوج، يعني من هاد المرة ومن هاد المرة تحاموا عليه وسلخوه. المهم هنا مشا كيجري الطيب إذا جا دارمية وديك غرابيهم وجا دارمية جابوهم وقالوا لهم نتوما كتأديو باكم غتمشيو للحبس غنصيفطوكم كذا كذا. المهم جاو مواتهم كيطلبوا ويزاوقوا في هذاك الطيبي اللي حتى سحب الشكاية ديالو، قالوا لهم جا دارمية شوفوا آخر مرة أخرى تعنفوا باكم غتمشيو للحبس صافي. هنا ما بقاوش يعني هما ما بغاوش يضربوا واحد الدار مبرح، ولكن باقيين كيعنفوه لفظيان ويدفعوه مره شي واحد يدور فيا يقول انت ما راجل ما والو كذا، اش باغين؟ باقين الورث ديالهم. قالوا ليه والو غتقسم علينا الورث، وقال لهم انا باقي حي كيفاش نقسم لكم الورث كذا. المهم ضغطوا عليه واحد الضغط اللي هو شديد. هنا اشنو دار هاد الطيبي؟ صافي قهروه ولادو، اشنو ولا كيدير؟ هرب عليهم. هرب كانت عنده واحد بحال قلتي شي ضايعه غير صغيره، وصلنا واحد الدار واحد الحديقه المهم زوينه، هذيك الدويره تمايا دبابه ديال الحديد عندها شراج ما عندها كلشي. مشى هرب وسكن فيها، سمع في المره الاولى والمره الثانيه وفي ولادو، او مشى حتى ما في هذيك الدار، ولا كيخرج بوقت ويجيب الوقت، يعني ولاو كيجيو يهجموا عليه كيفرقعوا عليه الباب ويدخلوا ويحاولوا انهم يعنفوه، كيمشي يجري عاوتاني للجدارميه كيجيو مواتو يطلبوا يعاورطوا عاوتاني كذا. المهم السيد ولا عايش معاهم واحد الحياة اللي هي كحلة الله يحفظ، كرفسو هاد الولاد في حياته باغيين ياخذوا فلوس ديالو أو الثروة أو الأرض ديالهم في الحياة ديال باهم. حنا دار بيهم تقريبا فيما مجموعه 4 ديال الشكايات، يعني تعرف هاد الطيبي هذا أنه دي مشاكل بولادو، وولادو تعرفوا في هاديك المنطقة بأنهم ساخ الوالدين كيضربو باهم كيعنفوه، المهم كيأديوه. هنايا السيد الطيبي هذا صافي تقهر من الولاد ديالو، كيعنفوه يضربوه يجرو عليه
ولا كيخرج ويدخل غير بالوقت، ما قادرش يخرج غير بوحدو كيما قلنا، جا حتى في ديك الدار ولا ساد عليه بالليل وبالنهار، يخرج ملي ما يكونوش همايا او لا يدور هنا يدور هنا حتى ما يبانوش ليه، عادي يخرج ولا مكرفص السيد. انا قال خاصني شي واحد يعني يخدم معايا يكون تقريبا بحال الحماية ديالي. ما لقاش حسن من هذاك عمور. عمور شكون هو؟ راجل بنت العيساوي الصديق ديالو، راجل رحمة كيما قلنا، اصلا هو جوجو بوها ليه غير باش يحامي عليها. هو علاش اختار هو بالضبط؟ علاش؟ لانه هو اصلا راجل فقير بعدا، وهذيك رحمه كانت مكرفصه وسط دار وهو يتزوج بها كحمايه ليها مزيان، ولكن ملي يتزوج بها ولا كيلقى مشاكل مع خوتها. خوتها ديما كيجي ويهدو عليه، تمايا ونتايا جيتي غير ما عرفت منين من الدوار فين فلاني، ما تكسب ما تعلم، واش دي الثروه ديالنا؟ واخا تزوجتي في اختنا او لا كانت لك، ولا تغنقتلوك نذبحوك نفعلو لك نتركو لك، ديما معاهم في نزاع او في صداع. انا مش اقترح عليه هاد الطيبي، مش اقترح على عمور، قال لي شنو بان لك تجي نعطيك السكينه ديالك انت ومراتك معزز مكرم وتخدم ليا، تعاوني انا، تعاوني في الحاجه ديالي، تشوف الدار تحرسها كذا وتبعد من هاد انسابك خوت مراتك. هنا تشاور مع مراته قالت لي هذه فكره، لان هي اصلا تيتقهرات من خوتها تيتكرفصو عليها وكيعايرو راجلها. هز مراتو وجا، كان عطاه هذيك الطيب، عطاه واحد الدار لاصقة في الدار اللي هو دابا محتامي فيها وساكن فيها. لاصقة فيها هي ماشي فيها، ولكن المهم حداه جنبها. المهم ديالو بطبيعة الحال الطيب عطاها لي سكن فيها، سكنات رحمة حديك الدويرة. بينما هو ذاك عمور ولا تقريبا بحال الحال الشخصي ديال هذاك ديال هذاك الطيب، ولا بحال الظل ديالو، يمشي معاه يجي معاه كذا هنا، ولا مكلفو بهذاك الفلاحة يمشي يشوف هاد الفلاحة كي داير هنايا، يمشي يشوف هاد التراكتورات اللي عاطيهم السي فلان ولا شي حاجة، يمشي يشوف هنا يجي للدار يراقبها بحال هكا. على الأقل نوعا ما هادوك ولادو مبقاوش كيتهجمو عليه ملي كيكون معاه هذاك عمور. عمور راجل صحيح وطويل وعامر وكذا، وكوا الشوفة ديالو شكل يعني، أولا كيدور فيه صافي صافي، ولاو كي شوية كيعطيه التيسع تا ما يكونش عمور عاد كيهجمو عليه، يشوفوا شي غفله ما كاينش عمور عاد كيجيو يجيو يهدوا على ابواهم. ولكن عمور تقهر، عمور محيلتو للدار، حارس السيد محيلتو لمراتو، محيلتو هو مره مره كيبغي يمشي يشوف والديه، ولا مشى تمايا عند والديه كيبقى واحد 4 ايام 5 ايام او 6 ايام عاد كيجي. ملي كيجي كيقول لي اودي فين خليتيني يا عمور؟ راه جاو مسخط الوالدين وهجموا عليا وكذا وفعلوا ليا وتركوا ليا، كيلقاو ضربوه ومصيبه هذه. هنا شاف تعيا ما حيلتو الفلاحة ديال الأراضي اللي خاصهم شي قابلها بزاف. عمور قال ليه، قال طيبي قال ليه بدير بزاف ليا الشي هذا، خاصني شي واحد يعاون. مشا جاب خوه، هاد عمور عنده واحد خوه سميتو طاهر في الدوار ديالهم فين كاين حادر، مشا جابو، مشا جابو قال تتكلف ليا بفلاحة. والإشارة ما قلتش لكم بأن عمور كانت المعاملة ديالو مع عيالة الطيبي ومع ولادو معاملة خايبة، ما كانوش كيتعاملوا معاه، وديما الغوات والصداع وكذا ويدور فيهم ويدور فيه وكذا، وديما مدابز معاهم، ما كانوش هما هادوك مع بعضياتهم، يعني علاقة متوترة بطبيعة الحال، ولا خدام مع الطيب بطبيعة الحال العلاقة تكون متوترة. مزيان كيما قلنا مشى جاب طاهر خوه الأخ ديال هاد عمور هذا، مشى جابو وقال لي شوف أخويا تكلف تا بهاد الفلاحة، والسي الطيب راه راجل مزيان يتهلا فيك فلوس أي حاجة بغيتي راه يعطيها غير كون معاه مزيان. خد الفلاحة تكلف بها، ولا على الأقل شوية كيلقى الوقت هاد عمور، لقى الوقت لمراتو ولقى الوقت للدار يحرسها مثلا. هداك الطاهر ملي خدم معاهم ما بقاش كيف عمور، بالعكس العلاقة ديالو كانت مع عيالة الطيبي مزيانة، علاقات مع ولادو مزيانة، كل شي مزيان يعني، كيحتارمو احترمهم يقدرهم كل شي مزيان. العجب هذا ما عليناش هنايا في الأثناء هذه، غادي يموت هذاك العيساوي بابات رحمة، غادي يموت تفقص من ولادو جراء ديك المعاملة السيئة اللي حتى هما كيعاملو بيها، والزوجة اللي دارت فيه صاحب بحال تفكر واحد اللحظة صاحبي ميها جات سكتة قلبية وتوفى. هنا ملي توفى ناضو هادوك يعني الباشير الأخت رحمة شقيقة وخوتها أو لا خوتو من المرأة الثانية، ناضو وبغاو يقسمو الورث، جاو عند رحمة
رحمه قالت لي ما قسمت معكم حتى عندكم كما كنتو كتكرسوا ليا هذاك الشيء يبقى بحال ما حتى كان تشق لي انا قال لا حقا كذا انت خاصك تقسمي معنا كذا ولا غادي ندعيو قالت لي مسير ودعيوني انا ما غنقسمش معكم دابا كتكرسوا ليا جريتوا ليا انا وراجلي وما عرفت شنو انا ما غنقسمش معكم حتى كان المهم حتى كان تشق ليا وصافي دارت لي ملصق في الرويضه. المهم طولنا بزاف على الجريمه انت غتوقع ولكن كان هادشي لا بد منه. الجريمة ديالنا واحد النهار من نهارات هاد الطاهر هذا صافي تقهر صافي قال الخو قال لي شوف انا غادي نمشي بحالاتي مبقاش بالي في هادشي الخدمه معاك شويه موفي زافير قال لي اخويا وكذا شكون مقلقك ياك تك تاخذ الفلوس من عند السي طيبي ومهلي فيه وكذا كذا ولا تخليني قال لي شوف المهم انا غادي نمشي تا وكان طلاقه ولا تجي عندي تمايا وغادي ندوي معاك صافي انا غادي نمشي هز حوايجو ومشى بحال الطاهر الاسباب مجهوله ما عليناش انا بقى هذاك عمور بوحدو هذيك رحمه كانت كتجي عندها امها هذيك عائشه طلقات من عند العيساوي كانت تجي عندها مره مره وديها عندها للدار المهم بنتها راها عزيزه عليها بالعلم ديال عمور. واحد اللحظه من اللحظات جات هاد رحمه هادي يعني جات امها عفوا جات امها وديتها يعني ديتها قالت العمور انا غادي نديها تريح عندي واحد المهم واحد 3 ايام 4 ايام عاد غادي تجي قال لها صافي اوكي لانه اصلا هو هذاك عمور كان باغي يمشي يشوف والدي قال لها صافي سيري مشات ديتها هنا عمور تا هو غير موراها بواحد نهار ولا شي حاجه مشى خرج يعني مشى عند والدي كنقصد مشى عند والدي هو كان متفق مع هذاك الطيبي الباترون ديالو انه الا بغى يمشي عند والديه ما يقولهاش لشي واحد يشد الكار ويمشي علاش باش ولادو ما يعيقوش به يعرفوا عمو راه مشى يجيو يهجموا عليه هادشي هو علاش كيقول لي شوف لو بغيتي تمشي ولدي سير ولكن ما تعطلش وما تعلم حتى شي واحد ما تقولش ما راني غادي وكذا كذا راه يجيو يهجموا عليا وكذا كذا قال لي صافي اوكي السي طيبي مشى حتى هويا دات واحد 4 ايام في الماكياج جات المراه هذيك رحمه مع امها ما تاع عمور باقي ما جاش باقي في الدوار باقي في الدوار تاع والدي يعني المهم جات المراه هذيك عائشه مع بنتها رحمه جاو هنايا كنت تفاجئ هذيك رحمه هي كما قلنا ما ساكناش مع الطيبي في نص الدار وانما دار اخرى عاطيه عليهم الطيبي هي راجلها كنت تفاجئ ان الباب الرئيسي تاع الباب ديال كتفاجئ ان الباب الرئيسي تاع الدار تاع السي طيبي محلول العجب هذا هي عارفه بان هذا الباب هذا كيبقى ديما مسدود ما عمرو كيبقى محلول ديما مسدود كيدخل ويخرج بالسير وهو طيبي كيخاف من ولادو قلت لي بلاتي امي ندخل قال لها سير دخلي عندك عائشه ما بقات برا هي دخلات عرفت بان كاين شي حاجه مشات عليه دخلت كيجري 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 او يدخل كتغوت وعتقونا وقتلوه قتلوه قتلوه اشنو كاين اشنو كاين هنا جات الام شافت المنظر الرهيب هذاك السيد طيبي مقتول في عقر داره مقتول واحد القتله اللي بشعه قتله خيبه بزاف هنايا صافي بقات كتغوت جمعوا الناس طابت الحال العلم وصل للولاد ديال طيبي السيد طيبي وعيالاته جاو حتى هما يا كذا شكون قتلوه ما قتلوه كذا هذيك رحمه تهماتهم مباشره بانكم نتوما غسلتو باكم سخط الوالدين كذا عالقيتو الغفله ودخلتو عليه هجمتو عليه هادشي كامل على ود الورث الله ياخذ فيكم الحق المهم جا دار ياخذو خبر وجاو جاو دخلوا للدار تاع السي طيبي علموا النيابه العامه جات فرقه الشرطه القضائيه تاع جدارميه وجات فرقه تشخيص قضائي هنا اول حاجه غيديروها جدارميه هما غيلقيو القبض على اولاد الضحيه ولاد السي طيبي ولاد المرأة الأولانية ولاد المرأة الثانية علاش لأنهم كما قلنا عندهم ديجا شكايات عديدة في حق هاد الناس لأنهم كانوا كيهجموا على بواهم وكانوا كيطالبوه بأنه يكتب ليهم أو لا يقسم عليهم الإغاثة في الحياة ديالو ودير بهم شكايات عديدة كما قلنا الأخبار ديالهم في الدوار كاملة بأنهم مساخ الوالدين ما عليناش شدوهم في البلاصة دوهم قبل أي تحقيق وقبل أي حاجة لأنهم مشابه فيهم بلا ما يقول لنا حتى شي واحد مزيان هنا الشرطه العلميه شنو كتلاحظ كتلاحظ بان هذا السيد اولا كما قلنا مقتول بعدة طعنات واحد القتله جد بشعه وقتله انتقاميه يعني شي واحد حاقد ليه وباغي يقتلو يعني عنده نيه مبيته انه يصفي عليه
هادشي اللي كاين ما لقاوش شي دليل للاسف الشديد، لا اثر لا دليل لا شي حاجه خلاها القاتل او القاتله المحتملين. هنا جدرمية يعني الشرطه القضائيه تاع جدرمية سولوا هذيك الرحمه على اعتبار انها اول واحد غادي تكتشف هاد الجريمه، قالت لي ما انا كنت مسافره، ده حجه غياب بقوية انها دابا تقريبا واحد 4 ايام مسافره عند امها، وكان راجل امها وكانوا شي عائله شاهدين هادشي مزيان. اشنو لقيتي ملي الله جيتي؟ قالت لي ما انا جيت نتابع ان الباب محلول، والباب ما كيكونش محلول، يا اما ديما مسدود يا اما كيكون هو واقف كيدخل او لا خارج، المهم ديما الباب كيكون مسدود كيخاف من ولادو. دخلت بالي السي طايح تمايا، خرج سابقا كاين غوات اللي احتاجيت هادشي اللي كاين مزيان. فين هو راجلك؟ الراجل يا سيدي راه سافر عند والديه الدوار وراه كان قال ليا. المهم هنا تعلم راجلها باش يجي على الفور، طيب الحال علمو البلاصه اللي فيها هو، يعلمو القايد وداكشي غادي يعلموه باش يجي. دابا هو جاي وخلينا دابا نكملو التحقيقات. كما قلنا بالنسبه لشي دليل مادي او لشي معاينه كتبين او لا توصل شي خيط غادي يحل لغز الجريمه ما كاينش. هزوا السيد وداوه للمستودع البلدي للاموات. الشرطه القضائيه اشنو كتلاحظ؟ كتلاحظ بان البيبان فروعين، الباب الرئيسي مفروع ولكن منين؟ من الداخل ماشي من برا. عجيبة هاد القضية، كيفاش يعني؟ نورمال مو السيد هذا اللي غادي يهجم عليه غادي يفرقع الباب من برا، وهذا لا مفروع من الداخل. هادشي كيبين بانه هاد القاتل او القاتلة ديولو كانوا معاه هنايا الداخل، او لا عندهم الساروت وبغاو يموهو جدار، يموهو الناس اللي غادي يبحثو على اعتبار انه هادي راه صريخة. فعلا نتيجة جريمة سارقة، علاش؟ أنا ملي دخلوا الداخل يلقاو بأن الماريون فروع وما كاين لا حد ولا فلوس لا حتى شي حاجة، والسي لاباس عليهم، ما عندو الريال ما عندوش ما يمكنش، وبين أمارات التقلاب والفوضى عالي ما كاين تما، شي وحدين كانوا كيقلبوا على شي حاجة. المهم سارقة متبوعة بجريمة قتل، هادشي اللي توصلوا ليه جدارمية. هنا في هذه الاثناء هذه كان عمور التحق بالدرك الملكي تمايا، قال لهم سيدي انا خدام هذا السيد، هذا خدام عنده تقريبا شحال من عام، هو اللي عيط لي وجابني انا وزوجة ديالي وعطاني الدار فين كنسكن، مهلي فيه ومهلي فيا، كنحميه من ولادو بحال الحال الشخصي ديالو، كنشوف ليه الارض ديالو، كنشوف شي فلوس عنده عند شي واحد كيمشي نجيبها ليه، كنشوف الات الحصاد ديالو، كنشوف الكوارث ديال البهيم، كنقوم ليه بجميع الواجبات، والسيد ما شفت منه الا ما هو خير. هاد الناس اللي قتلوه راهم مجرمين ديال بصح، والعداوه الوحيده اللي عنده ومشهوره راكم عارفينها هي ولادو. انا كنتهم ولادو مباشره. قالوا لي مزيان انت امتى خرجتي؟ قال لي انا ملي جات النسيبه ديالي يعني دات بنتها مراتي، انا موراها غير بنهار قلتها لي، قلت لها ودي غادي نمشي نشوف والديا شحال هادي مابقيتش شفتهم، قال لي صافي غير سير ولكن ما تقول حتى شي واحد. وهذا اتفاق كان بيني وبينه ملي كان بغي نمشي انا عند والديا، ما كان يعلم حتى شي واحد، كنجي وكنسير بلا ما يشوفني حتى شي واحد، علاش؟ باش ولادو ما يسرقوش خبار ويجيو يتهجموا عليه الغياب ديالي، لربما شي واحد منهم حضاني او كانوا حاضيني مترقبيني شافوني مشيت وجاو تهجموا عليه، كل شيء وارد يا سيدي، انا كنت تاهمهم مباشرة. المهم هاد عمور هذا تاهمهم، اصلا هما يا جدرمية غادي يشوفوا يعني البرنامج ديالهم كاملين، يعني لا رحمة لا هاد عمور لا الابناء ديولو، ولكن امتى اللي حتى غادي يخرج تقرير الطبيب الشرعي، تقرير ديال الطبيب الشرعي خرج فيه للنيت، واشنو كيقول؟ يقول بان السيد هذا تقتل جراء تلقيه عده طعنات قاتله يعني في مختلف انحاء الجسم ديالو، وراه بدا واحد المقاومه ولكن للاسف الشديد قتلوه. مزيان ومعايا قتل السيد الطبيب، قال لهم نهار فلان فلاني هاد النهار هذا اللي قال لهم الطبيب تقريبا هو النهار اللي سافر فيه عمور، كما قلنا سافرت مراته مع امها اليوم موالي سافر عمور، هذاك النهار هو يا تقتل بالليل معاياش مع جويه الوحده الجوج تاع الليل. ايوا هنا بات من الضروري خاصنا نشوفو كاملين هادو حجه الغياب ديالهم. غادي نبداو برحمه. رحمه في النيت عندما يفيد بانها بقات 4 ايام يعني ديك الفتره اللي كانت فيها هي عند امها وراجلها، وكاينين الناس اللي كيشهدوا يعني راه كانت بعيدة على مسرح الجريمة وبالتالي هي ماشي مولات الفعلة. مزيان شوفوا راجلها، الراجله قال انا مشيت اليوم موالي السفر ديال امراتي، هو نفس النهار اللي سافر فيه، هو نفسه او الليلة نفسها فاش تقتل
هاد الطيبي الله يرحمه مزيان، قالوا ليه معايش خرجتش من الدار، ها قول لينا. قال لي انا خرجت تقريبا مع جوي هذيك الخمسة بحال ما هكاك حتى العشية، تقريبا ستة بحال ما هكاك، ستة بحال ما هكاك عاق عليا، ستة خديت الكار، منين خديت الكار من البلاصة فين فين في الفيلاج، في الفيلاج كان واحد الكار لي معروف كيجي كيطلع فيه هاد عمور كيدي المنطقة ولا الفيلاج اللي كان حاضر منو عمور، مشاو سولو في هداك الكار لأنه بزاف مرات كيمشي معاه، قال لهم كار فلان فلاني واحد الشركة راها معروفة ماليناش، مشاو ليه توصلو ليه، وصلو عند الشيفور وصلو عند داك الكريسون، قال لهم هداك النهار فعلا نيتا طلع معايا فعلا نيت وراه ركب معانا ومشى سافر معانا وخلصني في الورقة ديالي وسافرنا صافي هادشي اللي كاين، يعني كيأكد الكريسون والشيفور بأن هاد السيد هذا طلع معانا هذاك النهار مع جوي ستة، ستة حنا كنا في الفيلاج، شدتنا في الفيلاج اللي قريب لهاد الدوار فين كاين حاضر السيد الطيبي، يعني السيد سافر في النيت، وبالتالي فهو خارج إطار الشبهات حتى هويا، إيوا دابا خاصنا نشوفو ولادو المتهمين في هاد القضية الرئيسيين، جدارمية شكو فيهم غير همايا. اجي يا ولادو جابهم كاملين، قول لنا كيفاش قتلتوه، دابا غير اعترفوا حتى ليكم نتوما، اي عندكم شكايات عديده عندنا هنايا، يعني الجدارميه هو مشكي بكم لدرجه انه مشى جاب عمور هذا باش يحامي عليه، ما يمكنش نتوما راه مسخ الوالي نتوما قتلتوه على الطمع، اعترفوا قروا قولوا، قالوا ابدا حنا الوالد كان بيننا وبينه نزاع وصداع وكذا على ود الارض وكان معقدنا حياتنا وتكرفص علينا في صغرنا وداكشي طلعنا مشي وما هادوك وبغينا حقنا في الورث وما كان يعطينا حتى شي حاجه، ولكن راه ما قتلناش صراحه، راني ما قتلناش مزيان، قولوا حجه الغياب ديالكم كاملين، انت فين كنتي، انت فين كنتي، انت فين كنتي، يعني ثلاثه ديال الاولاد المراه الاولى وثلاثه او جوج عفوا اولاد المراه الثانيه، هنايا كاملين قالوا حنا كاملين كانوا باقي بلا زواج بلا والو، كاملين عازبين وساكنين غير مع والديهم، يعني دوك ثلاثه الاولاد كاين ساكنين مع امهم، ثلاثة التانيين أو جوج التانيين عفوا ساكنين مع الأم ديالهم، والأمهات ديالهم أصلا همايا معلومين عن جدارمية بأنه ما كانش عندهم مع داك السي الطيب الله يرحمه، وبالتالي غادي يجيو من ولادهم، قالوا حنا كنا ناعسين في هذيك الوقيتة ما بين الواحدة جوج كنا ناعسين، ما عندهم شي دليل آخر بأنهم راه ماشي هما من الفعلة وما كانوش لحظة وقوع الجريمة في مسرح الجريمة، حتى من البصمات ما كانوش ديالهم، يعني البصمات ما كانوش بتاتا، البصمات غير ديال الضحيه فقط، واش هاد القاتل او القاتله داروا اللي قالت الله اعلم، هنا الجدارميه مشاو معاهم للديور، علاش مشاو للديور تاع هاد الابناء باش يقدروا يلقاو شي حاجه، يلقاو شي ورقه شي فلوس شي حاجه كانت في الدار ديال الضحيه مثلا يلقاوها عندهم شي حاجه، المهم شي حاجه كتبين بانهم راه كانوا داخلين الدار، المهم هما راه ما كيدخلوش الدار بالحضره ديال العمور ومراته، راه ما كيدخلوش الدار ديال الطيبي الا اللي بغاو يهجموا عليه فقط، مزيان مشاو ديورهم قلبوهم فلوهم مزيان والو، واش لقاو شي حاجه او شي حاجه كتبين بانهم كانوا لحظه وقوع الجريمه في مسرح الجريمه وما عندهمش حجه غياب قويه، في هذه الاثناء هذه صافي قدموهم للنيابه العامه، النيابه العامه يعني حالتهم على قاضي التحقيق، قاضي التحقيق هضر مع الاولاد الاولانيين هضر مع الاولاد الثانيين، يعني ولاد الضحية كاملين دابا مجدودين، المهم دار معاهم حق معاهم، طلعهم هبطهم السدعة تاع الأمهات ديالهم، تا الأمهات ديالهم عاقلهم تا هما بداك الحق معاهم، تا هو مشابه فيهم مشابه فيهم أنهم يكونوا متعاقدين مع الأبناء ديالهم وقتلوا الراجل بهدف الحصول على الميراث ديالو، هنا هم بعد واحد الجلسات لي عديدة صافي طلق الصراح ديال الأمهات وبقاو معتقلين الأبناء، ونخليو هاد قاضي التحقيق وهاد المحاكمات الطويلة مع الأبناء ديال الضحية لحد الآن ما باغينش يعترفوا، كيقولوا حنا ما عندنا حتى شي علاقة بهاد القضية، حقيقة حنايا ما عندناش مع الوالد ديالنا، ولكن باش نقتلوه لا ما قتلناش بتاتا، نفس الهضرة كيقولوا كاملين، رجعوا لعمور، عمور من بعد ما مات الباترون ديالو تقلب لك الطريقة، يبقى هو الزوج ديالو، قال دابا أنا أصلا ما عنديش مع دوك العيالات، يعني عيالات طيب الله يرحمه. ولادو راهم مشدودين كيحقوا معاهم في المحكمة، أنا أشنو غادي نبقى ندير هنايا، غنهز مراتي سيدي وغادي نمشي عند والديا في الدوار، المهم هز مراتو رحمة ومشات معاه،
كانوا مواليمة، والمغديتهم عبد الرحمن مع عمور. مشاو للدوار ديالهم، مشا تما عندو واحد الدويرة سكن فيها هو ومراتو. هنا غدوز غير واحد الايامات اللي قليلة، هذيك رحمة بحال تولي كتصاب واحد الاكتئاب، ولات غير مرخية، ولات ماشي هي هذيك، ولات بحال باغا تطج من هذيك الدار، ولات غير ساهية. ولا السيدة مرضات في النفسية ديالها وكذا، والو قال لي ما السيدة هذي راه واقع لها، بقى فيها الحال، وشافت الجثة تاع ديك السيد طايحة تمايا، واقع وقع لها ما وقع لها، المهم بزاف تاع الأعذار كيدير هاد عمور. هذا جات امها تاع هي شافتها، ما عرفات مالو شنو بيها، هي كتقولي ما عرفت شنو راسي دارني كذا. المهم تا واحد ما عرف مال هاد الرحمة هادي. موراها بواحد المهم تقريبا شي 15 يوم، بحال ما كاكل على الواقع اللي وقع الرحمة، اشنو غادي يوقع هاد عمور هذا؟ غادي يجي عند والديه واحد النهار ويقول لهم واش رحمه مجاش عندكم؟ قالوا لي لا رحمه مجاش عندنا. وسيدي راه الصباح انا فقت ما لقيتهاش، ما عرفت فين مشات. مشات ما يمكنش، شويه ما عرفتش شي واحد في الدوار هذا، ما يمكنش راه تكون مشات عند شي واحد تعرفات لا مؤخرا ولا لا. والسيده مريضه وكتعاني، راكم عارفينها فين تمشي الله يهديكم، راه تكون طجات واقيلا ما عرفت فين مشات. المهم بقاو كيقلبوا عليها، بقاو كيقلبوا على رحمه والو. دابا التخمينات اللي كاينه بانها طجات، هزات حويجه وهربات، ولكن ملي يعني الراجل اللي كيقلب الدار تاع مراتو يعني مالو ديال داكشي، كيلقى حويجه كاينين. السيده فين مشات؟ هنا تعلمات الام ديالها هذيك عائشه، جات عائشه بقات فيها بنتها، فين تكون مشات ما مشات؟ هي عارفه السيده مريضه، وعارفه باغا تطج من الدار، وعارفه عندها مشاكل نفسيه، ولكن راه ما عرفوهاش مشات. قال لي عمور، قال لي انا ما شفتي شنو كاين، انا راه نعم رايها وحاس بيها ومعتني بيها وكنشوف مالها، وقيلا غفلتني اللي كنت ناعس فاقت ومشات. الله اعلم، الله اعلم اسيدي، الله اعلم. انا بقى كيقلب يقلب يقلب والو. شافوا عائلتها يعني خوها الباشير وخوت الاخرين، قالوا سيدي ما جاش عندنا رحمه، نتوما تحملوا مسؤوليتكم، لو وقعت ليش حاجه جاش عندنا ما كايناش، فين مشات؟ بقاو كيقلبو قلب قلب والو. المهم داز شي 3 ايام وهما كيقلبو على والو. هما قالو في الاول علاش ما بغاوش يمشيو عند جدر ميان، قالو غتكون طجات مشات غير هنايا شي خرابه ولا شي حاجه هنا في الدوار، مشاو نقلبو، ولكن ما لقاوش. قربلو هذاك الدوار ومال الدوار كيقلبو معاهم والو، ما لقاتش هاد الرحمه هادي. مشاو عند جدر ميان، مشات الام ديال الرحمه ومشى راجلها، داروا بحث الفتاة على لو دار الرحمه هادي، وقالو بانك تعاني من اضطرابات نفسيه وكذا وكذا وكذا، وراه دابا ما عرفناش فين مشات. جزر مي داروا البحث ديالهم، شافوا السبيطارات، شافوا الدوائر الامنيه، شافوا لا تلقى شي جثه في شي قارع طارق ولا شي حاجه يتعلموا بها والو. هاد المواصفات تاع السيده والاسم ديالها وكذا ما كاينش عندنا في السجلات. مزيان هنا ديك عائشه ما مطرح ما كما قلنا في الاول ديال الحلقه، بانها كانت صديقه ديال منانه، منانه مرات طيبي، وعائشه كانت مرات العيساوي، باش نحطكم في الصوره. كانوا صحابات وتفرقوا ملي المهم كل واحد مشى راه على سبيلو. هنا غتجي على واحد النهار هاد عائشة غتجي هاد منانا، غتجي هاد الدار، ولادها مازالين مشدودين هاديك منانا، غتجي هاد الدار وتجمع معاها، عارف المشاكل اللي واقعين لبنتها، والآخر عارف المشاكل اللي واقعين لولادها، ومهم كيتشاكاو مع بعضياتهم. هنايا هاديك منانا كتهضر مع هاديك عائشة، هما جايبين الهضرة ديال الرحمة بأنها طجات وما عرفناش فين مشات، بقى فيها الحال بزاف هاديك أمها، راه بنتها هادي بطبيعة الحال بقى فيها الحال. من هنا تقول لعائشة واحد القضية، قالت ليها شوفي أنا نقولك واحد القضية، ولكن ما عرفتش القضية هادي راه وقعات شحال هادي، أقول ليا. من هنا شنو تقول لها؟ قالت ليها ملي كانت عائشة رحمة هنايا مع داك عمور راجلها، كانوا المهم خدامين لهداك السيد طيبي كما قلنا، من انا كانت مع ولادها، والمرة الثانية هنية كانت مع ولادها. قالت من انا العائشة، قالت لها ودي راه واحد الهضرة كانت كدور، واللي كانت طالقها هي هذيك هنية المرة الثانية تاع الطيب، هي اللي كانت كتصدر هاد الهضرة هذه وكتخرجها للعموم. شنو هي الهضرة؟ قالت لها عائشة، قالت لها كانت كتقول انا ما عرفتش الهضرة واش صحيحة ولا لا، المهم الهضرة كانت كتقال، كانت كتقول بان رحمة كانت على علاقة مع الطيب. هادشي اللي كاين كيفاش؟ وقالت لها منانا مدام رحمة، إلا كانت هاد الهضرة صحيحة على علاقة مع راجل الله يرحمه طيبي، غيكون صاحب الخبر عمور، وغادي يكون هو اللي دار فيها شي حاجة.
عليك بيه. ان هاد الهضره هادي وصلوا بها جدارمية، ملي توصلوا بها جدارمية، لان ماشي توصلوا بها، هي اللي قالت لهم هذيك عائشه، مشات عندهم وقالت لهم، ما مشاش عند عمور، مشات عندهم هما وقالت لهم. جدارمية طاروا وجاو العمور، دابا ولا عنده دافع قوي انه يصف لا يغبرها. ما يمكنش السيد عقتي بها بانها كتمشي مع الاخر وغتخليها في الحياه، ما عليناش. مشاو عندو، شدوه، اجي تبدا قول لنا واش مراتك انت عارف بانها هضره كدور عليها في الدوار، شنو كدير مع طيب الباترون ديالك؟ قال لهم لا ابدا، مأكد؟ اه مأكد، الله يرضي. هنا ديك عائشه اشنو غتزيدهم؟ غتزيدهم الهضره اللي قالت منانه. منانه شنو قالت لها؟ قالت لي راه الطاهر اخبارو خوه. لان حديك هنيه المره الثانيه وصلت للطاهر بالعانيه، وصلت للطاهر مزيان. هنايا مشاو جابوا الطاهر الاخ ديال عمور، قالوا لي هاد الهضره واش صحيحه ولا لا؟ واش انت قلتيها لخوك؟ بقى كيدورها عينيه، قال لهم هاد الهضره هادي فعلا صحيحه، وانا قالت ليا هنية ماشي صحيحه، يعني هي كانت كدير الفعل، لا صحيحه يعني هضره دايره. قال لهم انا قالت ليا هنية، هنية هي اللي قالت ليا مرات الطيبي الثانيه، قالت ليا وانا كتخدم مع الطيبي وكاين خويا ومراته، وانا ملي شفت داك الشيء داك المنظر خايب بزاف بحال ما هكاك الهضره كدور، صافي ما حملتش راسي وسمحت الخدمه وجيت. ها هو ملي جيتي قلتيها ليه ولا لا؟ قلتها لي يا سيدي، يعني هو اخبار دابا اخبار يا سيدي كل شيء. وانا عاودت ليه قلت له ودي هذيك المراه ديالك راه شنو كدير شنو كدير وانت تعرف. من وراها صافي ما بقاش عرفت واش نو دار، صافي لحتى غبرات بهذه الطريقه. صافي هنايا الطاهر غير اكد عليه الجريمه بانه غادي يكون دار مراته شي حاجه، شدوه مزيان هذاك عمور قال لي شوف غتعرف تا مول فعلا غير اعترف فين درتي المراه. هذا والو عمور تحابو بغى يعترف، والله ما بغى يعترف. قال لهم لا ما درتش مراتي حتى شي حاجه، ومراه كتعاني مشاكل نفسيه وراه 14 جات كذا ما كذا. جدارمية مشاو مع بعيد دخلوه للدار فين ساكن، فين ساكن كانت راكم عارفين الديور تاع العربيات ديال الدواوير، مساحه كبيره وكذا. دخلت على الدار كنلقى واحد المحبق، واحد المحبق محبق فيه في داكشي ديال الحبق وكبير بزاف، وهاد المحبق باين انه يلاه مديور ما قديمش بزاف، باين فيه انه يلاه مديور على واحد بحال اللي قلتي شي بقعه ارضيه فيها بحال شي قلسه مصوبه بالمرطوب، وهاداك المرطوب يلاه مجير. جدارمية قلبوه غير بالعين المجرده ويديهم لقاوه يلاه مجير وباقي. دابا المرطوب الا كان باقي ما كيرمش وتجير كيبقى باين، المرطوب باقي يلاه مدير وجيرتي باش تدرك معالم انه يلاه تمرطب. هما عاقبوا به بانه يلاه تمرطب هذيك القلسه، وفوق منها محطوط الحبق. هنا جاوا الفيتان حيدوا داك الحبق، حيدوه وما يهرسوا هذيك القلسه، هرسوها صافي طلعات الجثه ديال حد رحمه ام لويا ملفوفه في مانطا، شدوه اعتقلوه في البلاصه. هنا صافي بقى كيدور في عينيه او يعترف بالجريمه ديالو. يلا قولي لنا سي عمور كي درتي لها؟ قال لي انا كنت خدام عند السي الطبيب بامن وامان، وكنت الصراحه دراع وليم، كنخدم هنا وهنا 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 متعدد الوظائف. اراك لي ملي جبت طاهر خويا جبتو باش يعاونني، فعلا ني تعاوني. واحد اللحظه من اللحظات صافي ما بقاش حامل يخدم معايا، وقال لي صافي غادي نمشي. قلت لي علاش؟ قول لي علاش، شو السبب؟ يعني طيب يدير لك شي حاجه، سمعتي شي هضره خايبه، هذاك شي واحد؟ قال لي لا لا لا، ترجع عندنا للدوار ونقول لك. مشى. المهم دارت الايام انا مشيت للدوار، مشيت عنده قلت لي هذيك النهار علاش سمحتي في الخدمه ومشيتي بدون سابق انذار؟ قال لي اجي تسمع، راه المراه الثانيه تاع سي طيب الباترون ديالك اشنو قالت لي وشنو قالت لي. هنا هو رجع الذاكره، قال هادشي علاش سي طيبي كان كيصيفطني لهذوك الضيعات البعادين ويصدرني كنمشي عند شي واحد بعيد شي فلاح ندير ليه فلوس او نجيب من عنده الفلوس باش هو يختالي ليا برحمه. صافي قررت انني نصفي عليه. فعلا ملي وقع الواقع هذاك السي طيبي جبتها للدوار هنايا، اشنو داير ليه باش يبين للناس بان السيده تصطات ولات في حاله هستيريه وعندها مشاكل نفسيه وطجات، باش يوهم الناس وجدارمي بانها طجات، ولا كيعطيها واحد المخدر او منوم او شي حاجه. السيده ولات غير مقلوبه غير بستوها ما عاقلاش للدنيا. صافي
تشعرات القضيب أن السيدة بحال قلتي شوية مشيت ليه. هنا ملي وصلت الفكرة للعموم وجدرهم يبيعوا أمها نيت بأن السيدة تقدر تطشنها، ناض لها قتلها صفا لها خنقة غير خنقة لحتى قتلها. ملي قتلها مشى حفر تما قدام الدار بحال قلتي حفرة، دفن تمايا ودار على ديك الجلسة مرتبة جيرها دار على الحبق باش تبان بأنها غير ديكور أو لا شي حاجة. صافي هادشي اللي كاين. هنا جدر ما يقول لي مزيان دابا تا عرفتي على هاد الجريمة هادي، ولكن راه عندنا واحد الجريمة الأولى ديال سي طيبي، علاش ما قلتيهاش؟ قال لي لا ما عندي بها شي غرض، تا قول لينا على انت قتلتي مراتك لأن كانت على علاقة به على حساب الهضر ديالك وهو ما تقتلوش، قول اشنو واقع بالضبط. وزيدون انت اصلا دابا داخل الحبس غير تعرف احسن لك. هنا عاوتاني دور عينيه اهو يعترف هو اللي قاتل هداك السي الطيبي، كيفاش دار ليها؟ وحنا قلنا بانه ركب في الكار ومشى، كيفاش دار ليها سيدي؟ هو استغل العداوه الفضوحه ديال ولادو معاه وديما مهاجمين عليه وديما كيشكي بيهم عن جدارميه وعداوه مشهوره. هو اللي بقيتو عاقلين هو ركز على ان ولادو هما اللي غادي يكونوا قاتلينو، وقال لهم انا كنشك في ولادو. اشنو دار هو قبل ما يصفى لمراته؟ يعني ماشي بشويه بشويه، خطه ذكيه دارت خوني هذا. ما صفاش مراته الاولى وما جاش داكشي بطريقه عشوائيه، ملي عرف الفيلم عند خوه قرر انه يصفيها ليه هو الاول، عادي يدي مراته ليه ويصفيها ليها. طيب كيفاش دار ليه؟ جات النسيبه ديالو دات المراه مشات. هنا قال الباترون ديالو انا غادي نمشي، قال لي صافي يا ولدي عافاك ما تقول لي شي واحد، قال لي صافي ما نقول لي شي واحد. مشى فيا لنيت مع الخمسة ونص تقريبا، استركف الكار مشاو الكار مشى استافي على النيت ركف في الكار، وكيعرفوا الكريسون ويعرفوا الشيفور، الكار كان عامر. المهم مشى هو حرص على ان الكريسون والشيفور يعقلوا عليه لانه هو سلم عليهم واحد الاستقبال وعنقهم وما عرف شنو، عاد مشى ريح او لا بقى واقف لان الكار كان عامر. الكار غادي فواحد القهيوة معلومة المهم ديال الماكلة وداكشي كيوقف فيها ضروري، داك الكار كيوقف هو داك عمور عارفو كيوقف في ديك البلاصة. هبط الركاب وقف الكريسون الشيفور نزلوا ياكلوا، هو نزل هو ما كلا ما والو شنو دار؟ سلت رجع في حالته قطع الشانطي وشد الكار اللي جاي راجع، رجع عاوتاني نزل في الفيلاج وهما الكريسون الشيفور على ضربوا الطريق وعارفين وطلع معاهم. واش غادي يبقاو عاقلين اللي امتى نزل امتى مشى امتى جا؟ لانه نزل مع الناس ماشي قال لهم وقفوا انا غادي ننزل، غادي يبقاو عاقلين غير بوحدو نزل، لا نزل مع الناس ملي نزلوا ياكلوا. وكان الكار عامر يعني واخا شي بلاصه تخبوا شي حاجه ما غتبانش، ما غتبانش شي فور او لا الكريسون هو لعب على شي ده كامل. المهم نكملوا، ارجع مع الكار الاخر ارجع معاه اللي حتى نزل في الفيلاج. مشى كيجري جا عارف براسو ما كايناش وعارف الطيبي عنده عنده واحد الفوبيا من ولادو كيسوس عليه، وعنده السير طويل الحال. جاب معاه واحد الشاقور وجاب معاه واحد المهم شي جنوية ما عرفت شنو دار منو حل ودخل. ملي حل ودخل اشنو دار طبيعي الحال؟ دار واحد الليقات، واحد الليقات رقاقين حل ودخل. هذاك خونا يعني هذاك الطبيبي تفاجأ كيسمع باب تحل وعارف ان عمور مول سير وترا ما كاينش، تخلع خرج ما يتلاقى معاه قد قال لي انت علاش رجعتي؟ هو جاب الشاقور وعطيه طف وجب الجنوية طف 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 قاتلو تما، حاول يقاوم ولكن ما قاوم والو صار صفى عليه. ملي صفى عليه دخل باش يموه الناس ويموه الجدرمي ويموه كلشي بأن عملية سرقة. دخل كيشفر 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 شفر أي حاجة، فلوس مقتنيات أي حاجة تامين هزا ضربات حتى منه ومشى. قبل ما يخرج فكر أنه غادي يبين للناس بأن الدار راه فرقعة ودخلوا عليه، ولكن هو هرسها من الداخل خلاها بحال مكاك ومشى بحالته. مشى رجع كمل المسير عند عائلته في الدوار الاخر صافي وريح. اللي حتى عيطوا ليه جرامية بان السيد الباترونية كتلقى مقتول اجي نحقو معاك، جا عادي واتهم ولادو بهاد النزيلة هادي. اراه ليا دابا غادي نشوفو هاديك الهضرة كاملة من طالع هادشي، علاش بنادم ما خاصوش يدي على الهضرة وما يديش راسو الدن؟ راه واعر راه واعر سوء الدن، غير واحد قالك واحد الكلمة راه صحيحة راه ما يمكنش، راه خاصك تبين وتاكد واش صحيحه او لا. شنو وقع من هادشي هذا كامل؟ مشاو جدار من هذيك المراه اللي خرجات الهضره اللي هي هنيه الزوجه الثانيه ديال
طيب الله يرحمه. علاش داك الطاهر كما قلنا كانت علاقته مزيانه مع الزوجه الثانيه ومع الابناء، هما كانوا كيمهدوا ليه باش يوصل الفكره تاع بان رحمه مرات عمور كتمشي وتجي مع هذاك الطيبي. علاش هادشي هذا كامل؟ باش يخليه هذاك عمور يحقد على الطيبي ويهز مراته ويطلقها ويمشي هو في حالاته، ويخليه الطيبي منه الاولاد باش يتحكموا فيه كيما بغاو ويجبروه باش يكسب ليهم الاراضي والممتلكات ديالو. هنايا المراه هنية قالت لهم هاد الهضره هادي راه ما صحيحاش، انا غير طلقت اشاعه غير باش هذاك عمور يسمح للباترون ديالو يمشي في حالاته، انا ما متفقاش على القتل. يعني هنايا السيد ارتكب جريمه على والو، رحمه كانت بريئه، كانت شريفه عفيفه، ما عندها حتى شي علاقه بالجريمه. هذاك الطبيب غير اتهموه، كان راجل كبير مريح حاله، خاطي الصداع وخاطي الافعال الصبيانيه ما كيديرش حاجه خايبه. السيد سمع هضره مشى. هذاك الطاهر صراحه راه هو مول هاد البلاد كامل، هو هذيك هنيه طاهر اصلا تسمعتي الهضره هذه ما كانش يقولها والو، خليها عندك سمعيها، المهم ما تجيش عن طريقك. وهنيه هذيك راه طبيب الحر القانون غادي ياخذ مجراه في الحق ديالها، خدات سنه، بينما داك الطاهر خدا 10 سنين ديال الحبس، لانه هو اللي بلغ خوه وقال لي راه مراتك ديرو تفعلو تريك، وربما زاد من عنده خلى خوه يجهل ويقتلهم بجوج بهم. بينما هذاك عمور خدا المؤبد. هذه الجريمه ديالنا ديال اليوم، كنتمنى انها تنال الرضا ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين على حسن الاصغاء والمتابعه، ودمتم اوفياء القناه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.